يعطيكم العافية شباب صبايا، طلاب صف الاس ثانوية سانشار. هلا حنعمل كريت شرح الدرس من الشابتر 1. نحن المرة الماضية آخر شيء كنا عم نشتغل بالابليكيشن 5. كانت الابليكيشن 5 عبارة عن a rod of mass m equal 2 kilogram and of length ab equal 6 meter، عفوا 0.6 meter. وكان السؤال انه نحن بدنا نعمل ديترمينيشن للجرافيتيشنال بوتنشال انرجي لهي الرود او للرود اي بي. وكان عندنا بارت اي وبارت بي وبارت سي، وبكل مره كنا عم نغير الريفرنس ليفل فور جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. اول مره كان الليفل بالاي، المره الثانيه صار بالجي ميري، وهلا صار ميري بالبي. اوكي، فاذا هلا الخط الاخضر هو بيمثل الريفرنس ليفل فور جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. طيب نحن بنعرف انه اذا انا بدي احسب لبوينت، بدي احسب الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي لبوينت، شوف هاي البوينت قد ايه بتبعد عن الليفل، قد ايه بتبعد عن الريفرنس ليفل. بس بهالحاله انا ما عندي بوينت، نحن في عندنا هون رود. الرود كيف بتعامل معه؟ منين بدي احسب المسافه اللي بتبعدها عن الريفرنس ليفل؟ قلنا انه نحسبها من السنتر اوف جرافيتي. يعني انا هلا مطلوب مني احسب قد ايه بتبعد السنتر اوف جرافيتي للرود اي بي عن الريفرنس ليفل، يعني مطلوب مني احسب هاي المسافه اتش. اوكي، نحن بنعرف انه الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي بتساوي ام تايمز جي تايمز اتش. طيب الام بنعرفها من الجيفن والجي بنعرفها، بيبقى علينا الاتش. نعرف نحن انه الاتش هون، بدنا ننتبه لهي الملاحظه، انه الاتش جايه او الجي جايه تحت الريفرنس ليفل فور اي بي جي. ها هو الريفرنس اللي عندي اياه، والنقطه جي جايه تحته. اوكي، فعشان هيك شو بدي احط بالاتش؟ ماينس، قبل ما بدي بلش بكتابه الفاليو لإلها، لانه البوينت جي هي جايه تحت تحت الليفل. طيب كيف بدنا نحسب نحن الاتش؟ ببساطه نعتمد انه هون في عندي رايت تراينجل، والانجل سيرت اللي هون هو نفسه ذاته هون سيرتي بفعل الترنيت انجل، عندي حرف الزد. اوكي، نجي بنطبق قاعده الساين. الساين الفا او الساين سيرتي بتساوي الاوبوزيت على الهايبوتنز. الاوبوزيت بهالحاله هو الاتش، والهايبوتنز هو الجي بي. طيب فاذا صار عندي ساين 30 ايكوال اتش على جي بي، انا بدي اطلع الاتش، فاذا بقلب القاعده اتش ايكوال جي بي تايمز ساين 30. طبعا قلنا بدنا نحط الماينس بما انه الجي هي جاي تحت الليفل اللي هو مارق بالبي بهالحاله. طيب حط كل شيء بقيمته، الجي بي اللي هي نص الاي بي 0.3 تايمز الساين لل 30 هي 0.5، بيطلع الجواب ماينس 0.15 متر. برجع بحطهم هلا بالاي بي جي، فاذا الاي بي جي صار بتساوي 2 تايمز 10 تايمز الاتش ماينس 0.15، فاذا بتطلع ايكوال ماينس 3 جول. اوكي، هذا كان بالنسبه لكفايه الابلكيشن 5. بدنا نكفي حاليا بشرح الدرس. الفورس الثانيه اللي عندنا اياها هي الالاستيك بوتنشال انرجي. مثل ما حكينا قبل كلمة Elastic Potential Energy، فإذا هي كمية من الطاقة مخزنة نتيجة stretching ل object أو compressing لإلها. يعني مثلا إذا جبنا مغيطة وشديناها خزنت بقلبها Elastic Potential Energy، والدليل إنه لما بدي فلت المغيطة أنا حلاحظ المغيطة إنه حتنط أو حتفلت من إيدي أو حتنقف على إيدي. أوكي؟ لأنها كانت already مخزنة Elastic Potential Energy. الفورمولا لإلها للإي بي إي إلاستيك بوتنشال إنرجي هي هاف كي إكس سكوير. طيب الكي شو بتعني؟ الكي هي الستيفنس أوف ذا سترينج بنيوتن بير متر. هلا نحن بأغلب الحالات مش حناخد سترينج، رح نحكي هون عن سبرينج، عن رسور يعني. أوكي؟ فإذا الستيفنس بتعني صلابة السبرينج، قد إيه مدى قدرته على إنه يتحمل stretching او compressing. اوكي، فاذا قد ايه مدى قوته لينشد او لينضغط. الكي بتدلني على هالكاركترستيك للسبرينج. اليونت لها نيوتن بير متر. بالنسبه للاكس،
الاكس هي ممكن تكون شغلتين، يا الستريتشنج للسبرينج يعني قديت مغط قديه مغطنا، وعشان هيك لاحظوا الاكس بهون شو بتساوي ال ماينس ال زيرو. نحن عم نحكي عن هاي الكيس، رح نعتبر ال ال زيرو هو the length of spring at rest، طول الرسور at rest لما لا عم نشده ولا عم نضغطه. جينا شديناه هون، لاحظوا في عندي هاند عم تعمل stretching للسبرينج بهيدا الاتجاه، اوكي عم نشده لهالمان. اللانكس اللي له حيصير هون هيدا اللانكس هو ال. طيب قد ايه نحن بنكون عملنا له بهالحال ستريتشنج؟ بنكون عملنا له ال ماينس ال زيرو، يعني اذا هلا صار اللانكس له 10 وكان قبل ما نشده كان 7، قد ايه بنكون شديناه بهالحاله؟ 10 ماينس 7 يعني 3، فاذا 10 ماينس 7 بتكون الاكس بهالحاله 3 اللي هي بتمثل لي الستريتشنج قد ايه نحن شدينا السبرينج. طيب في ملاحظه اباوت تي هي ما ننتبه لها وهلا حنحكي عنها بعد شوي، انه دائما التنشن اللي هي الفورس اللي عم يعملها السبرينج الرسار يعني هي دائما بتكون عكس الستريتشنج او عكس الافكت اللي صاير على السبرينج. يعني هون هاي الهاند عم تشد السبرينج لهي الجهه، فالتنشن بتكون بالعكس، يعني دائما التنشن بتكون بدها ترجع السبرينج لوضعيته الرئيسيه. اوكي فاذا هو عم يتمغط لهالمال التنشن بدها ترده ليرجع مثل هاي الحاله، فاذا بتكون التنشن عكس الافكت اللي عملته الهاند، الهاند عم بتشد لهالمال التنشن بتكون بالعكس لهالمال ليرجع السبرينج للانيشال ستيت. طيب الحاله الثانيه اللي هي الكومبريسنج، الكومبريسنج يعني الضغط عكس الاسترتشنج اللي هي التمغيط. الكومبريسنج مثل ما شايفين بهاي الفيجر هون الهاند عم تشد السبرينج عم تضغطه. طيب هون صار اللانكس لإله L وكان بالبداية L0. طيب قد ايه بتكون قيمة الكومبريسنج بهالحالة؟ هون مش L ماينس L0، هون L0 ماينس L، لأنه هلا ال L0 أكبر من L، لأنه لو نفترض كان هون طوله بعده 7 جينا نحن ضغطناه صار طوله 5، فإذا بدها تكون الأكس بهالحالة 7 ماينس 5 يعني L0 ماينس L، نحن بنعرف قد ايه ضغطناه بهالحالة، فبتكون X إيكوال L0 ماينس L. اوكي فاذا ما ننتبه انه بحاله الاسترتشنج الاكس بتساوي ال ماينس ال زيرو، بينما الكومبريسنج اكس ايكوال ال زيرو ماينس ال. بنيجي كمان بنلاحظ بالنسبه للتنشن تي، هون التي جاي بهيدا الاتجاه كمان بعكس الهاند، الهاند عم تضغط لجوا، عم تضغط الرسور لجوا، بينما التنشن باي اتجاه؟ تنشن لبرا، عم بتعاكس الافكت اللي عم تعمله الايد. ليه؟ كمان لترجع السبرينج للانيشال بوزيشن. اوكي طيب هلا بنحكي عن فكره الهوك سلو. الهوك سلو كمبدا كقاعده هو بيقول لي انه التنشن تي فيكتور ايكوال ماينس كي اكس اي. طيب قلنا الماينس بفعل انه دائما التي هي بتكون عكس الافكت على السبرينج. اوكي هون الهاند عم تشد لبرا التي لجوا، هون الهاند عم تشد لجوا تي لبرا، دائما التي بعكس الافكت الابلايد على السبرينج. والكي اللي هي الستيفنس، الاكس اللي هو الستريتشنج او الكومبريسنج، والاي اللي هو الفيكتور اليونت فيكتور للاكس برايم اكس اكسس، طبعا لانه بدي عم بحكي انا عن فيكتور. طيب هذا بالنسبه للو. طيب اذا انا بدي اجيب الماجنتيود للتنشن او الفاليو لها قيمتها قد ايه قيمتها للتنشن، هون انا عم بحكي فيكتور تنشن شو بيساوي؟ ببساطة التي بقيمة الماينس لأنه ما بحصل ولا ممكن أحصل على نيجاتيف فاليو للتي، الكي بتضلها مثل ما هي، والاكس بحطها بأبسولوت فاليو. أوكي لأنه ممكن أمرار تكون الاكس نيجاتيف إذا كانت عم نعمل كومبريسنج أو شيء. أوكي هذا كان بالنسبة للإلاستيك بوتنشال إنرجي. حنتابع بفيديو لاحق الأبليكيشن 6 تطبيق عليه. يعطيكم ألف عافية.